أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في بريطانيا نتعرف اليوم في شباك الدنيا على تقليد تعداد البجع، وهو تقليد سنوي يقام في بريطانيا منذ مئات السنوات. تتطلب العملية 5 أيام لعبور مسافة 79 ميل على نهر تيمز، إضافة إلى المختصين الذين يتفقدون سلامة البجع. ويتجمع المواطنون على ضفاف النهر لتفقد البجع والاحتفال بهذا التقليد الملكي. تعداد البجع تقليد يعود إلى القرن الثاني عشر. آنذاك كان البجع نوعا من الأطعمة المهمة جدا التي كانت تقدم في الولائم والمناسبات الكبيرة التي يقيمها الأثرياء. أما اليوم فتعداده لهدف تعليمي ولحمايته. So the journey in these six gifts. إذن الرحلة تبدأ بإبحار 6 زوارق صغيرة، وعند مصادفة عائلة من البجع نحيطها، ثم نأخذ الأم وصغارها إلى اليابسة ونزينها جميعا ونقيس أطوالها ونتأكد أنها بصحة جيدة وليس لديها إصابات. معظم الإصابات تكون بسيطة ناتجة عن الأسلاك التي تستخدم لصيد الأسماك فنعالجها، لكن إذا كانت الإصابة بالغة نأخذ البجعة المصابة إلى الطبيب البيطري. Yes, the birds are very large, powerful birds. الطيور كبيرة وقوية جدا ولديها أجنحة طويلة قد تصل إلى 3 أمتار وتزن نحو 15 كيلوغراما، لذا يجب معرفة كيفية التعامل معها، ولكن إذا كنت من ذوي الخبرة فهذا بسيط للغاية. But if you're experienced, it's quite simple. القانون ينص على أن الملكة لديها امتياز ملكي، أي بإمكانها أن تمتلك أي بجعة تسبح في المياه الجارية إذا رغبت في ذلك، ولكنها تمارس هذا الحق على البجع في نهر التيمز.